يطلب هنا أول تنزل لكي نطمئن جميعا في هذه الطاقة ولكي تطمئن العقول فقط لكي تكون هناك إشراقة لتزلمها التزلجية. صحيح أن الإشراقة هي باستثمار، هي يعني تعزيز بنية تحتية، هي بالالتفات الموضوعية للمنطقة، ولكن الإشراقية كذلك تبرز من خلال إدراج اسم تازة ضمن عنوان الجهوية الجديد لكي تتحول أو يتحول هذا العنوان إلى جهة تازة فاس مكناس، أو ليختاروا من شاءوا على مستوى يعني تدوين وتوظيف وترتيب هذه الأسماء لهذه المدن الثلاث الأساسية في هذا الحوض وفي هذا المحور. فملتلسنا ليس مكلفا وبسيطا ومعنويا فقط لكي تكون تازة ضمن جدول الأعمال النماء الجهوي المقبل، لأنه يعني الإعلان عن الأسماء هو الإعلان عن المعنى وقد بانت المعنى، ومن لم يتم الإعلان عنه لا معنى له. وفي تازة نريد أن يكون أن تكون لنا معنى في هذا السياق وهذا الإعلان الجديد، لن أطيل عليه. فنحن هنا لسنا من أجل دروس، فالجهوية يعرفها الجميع ولكم من العلم والمعرفة ما يكفي لمناقشة هذه الإشكال. فقط المجتمع المدني محليا ارتأى أن ينور فكرة وأن يناقش موضوعا وأن يضع كلمة في هذا السياق للجهات المعنية كملتمس لإعادة توجيه الأمور واستحضارنا كمجتمع له إنسان له مكان وله زمان محترم. فالمنطقة هي منطقة وطنية كما هو جميع تراب الوطن أدت ثمنا في التاريخ. اختصار فكرة العريضة أتت مباشرة بعد تعميم تقسيم الجهوي الجديد الذي انتقل من 16 جهة إلى 12، كانت مفاجأة مؤسفة بالنسبة لنا كساكنة تازة بطبيعة الحال. لما اطلعنا على مشروع التقسيم الجهوي الجديد فتبلورت الفكرة تدريجيا عن طريق لقاءات تلقائية تقدم بعض الإخوان السلطات لطلب معين لإنجاز هذه العريضة كما ينص عليه القانون. كان هناك جميع الأنواع، العريضة الخاصة بالجمعيات والإطارات والعريضة الخاصة بالأفراد. الإقليم ضارب في عمق التاريخ وعنده مؤهلات اقتصادية اجتماعية وبشرية يتم يعني تهميشه بجرة قلم. ومسألة الرموز قد يتبادر إلى أذهانكم أن إذهان البعض سواء من المجتمع المدني أو خارج المجتمع المدني أنها مسألة شكلية. لا نعتبرها مسألة شكلية، هي مسألة تمثل قيمة رمزية أساسية بالنسبة لساكنة تازة، مسألة جهوية وموقع إقليم تازة من هذه الجهوية. المستوى الاقتصادي إقليم تازة عنده موارد مالية مهمة، الفلاحة، التجارة، تحويلات الأعمال المهاجرة التي تصل 20,000 شخص، هلات طبيعية نعرفها جميعا، هلات تاريخية. هنا الطبيعي كإقليم ضارب في عمق التاريخ، بل كان من أول الأقاليم المغربية سنة 1957. فهذا مطلب المشروع، يجب العمل على انفتاح الجمعيات ديال الإقليم حتى تكون هذه التنسيقية لها واحد القوة أكثر. وانتم تعلمون إقليم تازة يعني فيه من الجمعيات تبارك الله واحد كبير جدا وله حضور قوي في الساحة لا الوطنية ولا الدولية، خصوصا في المجال التنموي والمجال الاجتماعي. النقطة الثانية وهي أساسية كذلك، وهذا عشنا ما كنا 70 جهة تازة الحسيمة تازة الحسيمة تونس، دائما المجتمع المدني التازي لا يحظى بحقه في توزيع لا المنح ولا حتى تمويل المشاريع. فلهذا نطالب ونضغط على الجهات المسؤولة باش هذه الميزانية ديالها جهات تازة فاس مكناس أو مكناس فاس تازة إلى آخره نبني عليها التنمية غير البلاغة، وهو لا بد من اهتمام فئة الشباب من حيث تعليمهم من حيث تفريغهم من حيث توفير وسائل كفيلة لإخراج هذه الفئة من تهميش من الإقصاء، لأن في الحقيقة نحن نسير على جميع المستويات. نظرا للتبيات ونظرا للمعنى
الاجتماعية اللي ما عندهاش مسؤولة ديال الإذاعة هنا في تازا، كاين تسعود ديال النقابة حنا كاتب النقابية ما عندهاش مسؤولة في الإذاعة هنا مع الأسد ديال تازا، كاين اللي كتمشي بوسط المفهوم القضائي ولا يريد أن يستلم معه. كان من يمكننا أن نكون كمجتمع مدني ولكن لا كأشخاص، ونقول لماذا تفلسون حقوق تازا؟ علاش ما نقولوش نطالب بمركز جهاد تازا؟ مركز جهاد تازا ولماذا؟ أما الشيء واش يكون ما هو شيء معقول نطالب بمركز جهاد تازا؟ لماذا تفلسون نفسه؟ حقوقا نطالب بمركز جهاد تازا ونغاضب عليه جميعا. نقول بأنه إذا كانت الجمعية تحرم بحقها في 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 المصونات القانونية وفي الترخيص وفي القاعدة العمومية، فكيف لنا بأن نقول بأنه اليوم نحتفل باليوم الوطني لحقوق المجتمع المدني ونعرف أنه سميتو العرايا كيف غادي نسميتو الشارع العمومي كيف غادي نصرحو حنايا وحنا ما عندكش الحق حتى تعبر، ما عندكش الحق حتى دير وقفة احتجاجية. ثم الوقوف على ما أحققه المغاربة، ثم التراجع إلى الواقع. أي مجتمع مدني نريد؟ أي مجتمع مدني نريد؟ هل نريد أن يطبق؟ هل نريد أن يضم؟ فعلا هناك مجتمع مدني حقيقي يشاكس، ولكنه لا يريدنا رأي رأي لا يريدنا رأي آخر، بل يريدنا نغمة واحدة، والنغمة الواحدة لا تكبر هذه الدولة، وأن الدولة المركزية هي المسؤولة على التقسيمات في إطار توازنات جيوستراتيجية للحفاظ على يعني الموقع ديال يعني الطبقات الحاكمة. هذه واحدة. جوج، أنا كنهضر على المجتمع المدني والدولة المغربية كتقول أودي التلفازة والإعلام والبراجة والمجتمع المدني اليوم العالمي اليوم الوطني للمجتمع المدني. المجتمع المدني الحقيقي والنظيف محروم ومحاصر ومقبول وفي السجون ومحروم من القاعدة العمومية، وأنا غادي نقول بأن الحرب